في الحقيقة قلت أن فيه عمل تشاركي بين البلدين، وكان فيه الآن حوسوا نستثمروا كل ما يخص بقطاع التعليم العالي من الموارد البشرية بنستثمروها في إطار التخصصات الجديدة اللي فتحناها في هذه السنة، وفي خطار كذلك الانفتاح على التكنولوجيا، وعن طريق قلت المدرستين للذكاء الاصطناعي والرياضيات اللي فتحناهم هذه السنة الجامعية 2021-2022. وهذه الاتفاقية تخص كل ما يتعلق بالتكوين، تكوين خاصة الطلبة من البلدين، وتكوين كذلك الأساتذة في اللغة الإنجليزية، وحتى في المجالات الأخرى، مجالات البحث العلمي اللي تخص البلدين. وكنا تكلمنا اليوم كذلك على المساهمة لهذا الاتفاقية، اللي كذلك تساهم في مرافقة المدرستين العاليتين فيما يخص الذكاء الاصطناعي والرياضيات. هذا كذلك اليوم فيه اللقاء في هذا الإطار، وحنا نتمنى إن شاء الله هذه الشراكة تكون مثمنة لقطاع التعليم العالي، وتسمح لقطاع التعليم العالي باش كذلك ينفتح على المحيط الاجتماعي والاقتصادي، وخاصة على المؤسسات كذلك الاقتصادية عن طريق استعمال اللغة الإنجليزية في هذا الإطار. Dans le but renforcé de approfondir la collaboration dans le domaine de l'enseignement supérieur et de recherche scientifique entre nos deux pays. La commission mixte fournira un excellent cadre à travers lequel nous pourrons multiplier davantage les opportunités d'échange dans notre aspiration commune de l'excellence académique et en matière de recherche. Au cours des mois à venir, le British Council travaillera en étroite collaboration avec la direction de la coopération internationale et des échanges universitaires pour développer les actions nécessaires pour commencer la mise en œuvre sur le terrain.